أهلا بكم إلى نقطة حوار معكم إيمان القصير. صيحة تحذير أطلقتها منظمات دولية عدة بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في منطقة الغوطة الشرقية الواقعة على مشارف العاصمة السورية دمشق جراء القصف الجوي والمدفعي المتواصل منذ عدة أيام، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات. أوضاع وصفها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بأنها جهنم على الأرض. الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات حقوقية اتهمت روسيا بالوقوف وراء القصف في الغوطة الشرقية، أمر نفته موسكو على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف الذي قال إن بلاده عرضت على المسلحين هدنة لإجلائهم كما حصل في حلب، لكنهم رفضوا واستمروا بالقصف مستخدمين المدنيين كدروع بشرية. من جانبه أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بيانا اليوم ما جاء فيه أن ما يحدث في الغوطة الشرقية يرقى لمرتبة ما وصفه البيان بجرائم ضد الإنسانية، وصنف البيان روسيا كطرف أساسي في النزاع الدائري في سوريا. أما مجلس الأمن الدولي فيصوت في هذه الأثناء على مشروع قرار قدمته الكويت والسويد يدعو لوقف إطلاق النار لمدة شهر لتقديم المساعدات للمتضررين. فلماذا يدفع المدنيون ثمن الصراع في سوريا؟ من يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية سقوط ضحايا في الغوطة الشرقية؟ وما تقييمكم لموقف الحكومة السورية وماذا عن المجتمع الدولي؟ شاركونا الرأي هاتفيا على رقم 00442-316-2002 أو اكتبوا لنا على صفحة حوارات على موقعنا bbcarabic.com أو على أي من النوافذ الإلكترونية المختلفة ومنها فيسبوك وتويتر. أهلا بكم. انطلق الحوار إلكترونيا عبر كافة النوافذ الخاصة بالبرنامج. الزميل حازم الخولي هو المنوط بمتابعة الحوار اليوم ومجريات هذا الحراك على نوافذنا الإلكترونية. أهلا بك حازم. أهلا بك إيمان. إيمان، في الحوار الإلكتروني اليوم هناك إدانات كثيرة لما يحدث في الغوطة الشرقية وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بينهم كثير من النساء والأطفال. أيضا هناك إدانات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. على موقع تويتر هناك الكثير والكثير من الآراء بما يتعلق بما يحدث في الغوطة الشرقية. بالنسبة لما من يتحمل مسؤولية ما يحدث هناك، الآراء جاءت مختلفة في هذا الشأن إيمان، سنتعرف على كل ذلك بالتفصيل لاحقا في البرنامج. شكرا لك جزيل الشكر يا حازم، سنعود إليك بالتأكيد. دعونا الآن نرحب بعدد من المتصلين بنا هاتفيا معي على الهواء، ناصر ومحمد وعاصم. أبدأ بناصر الناصر من حمص، أهلا بك. مساء النور، أهلا بك يا ناصر. يعني حدثنا عن رأيك، من يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية ما يحدث في الغوطة الشرقية برأيك؟ من يتحمل بالدرجة الأولى هو المجتمع الدولي بشكل عام، والمنظمات اللي يعني تباكي اليوم على المسلحين بالغوطة الشرقية، منظمات سواء الغير حكومية والحكومية بما فيها المؤسسة الأم اللي هي مجلس الأمن، هي اللي بتتحمل نتيجة دعم الإرهابي بالغوطة الشرقية. اليوم الغوطة الشرقية يعني دمشق من 2013 الغوطة الشرقية خارجة عن سيطرة دمشق، ومجموعة مسلحين تابعين لجهات ودول اللي على زعمتهم أمريكا، عرفت كيف هي تابعة لهم، عم تغذيهم بالسلاح. ليش بنشوف اليوم قبل اليوم في تفاكي من دون المنظمات الحكوميه ومجلس الامن والامين العام لمجلس الامن عم يحكي، ليش ما انحكى قبل القذائف اللي عم تنزل على دمشق؟ هو من بين الانتقادات يا ناصر، من بين الانتقادات التي وجهت فيما يتعلق بما يحدث في الغوطة الشرقية هو إلقاء اللائمة ربما على الحكومة السورية وإلقاء اللائمة أيضا على روسيا. يا ستي بس بدي أفهم، الناس اللي عم تنرمى عليهم القذائف يوميا باحياء دمشق من كافه الطوائف، هذول ما لهم بشر مثلا؟ يعني ما لهم، ما فيهم اطفال، ما فيهم ما كلهم مدنيين. ليش ما شفنا المنظمات الحكوميه تنطلق من الغوطه الشرقيه، من ارهابيين الغوطه الشرقيه عم تنطلق؟ ليش ما شفنا انه ينزل مثلا بواحد دمشق 50 قذيفه باليوم عم يروح ضحايا؟ هذول ما لهم مدنيين ولا بس اللي بالغوطة الشرقية؟ لأنهم مجموعة إرهابيين واللي تقود جبهة النصر اللي هي مصنفة إرهابية من قبل جميع الدول وعلى رأسها أمريكا، اللي هي أمريكا هي أم الإرهاب وهي داعمة الإرهاب وهي داعمة جميع يا ناصر. يعني ما رؤيتك لما يمكن أن يحدث الأمر؟ لأين ينتهي الأمر برأيك الآن في الغوطة الشرقية؟
لا ينتهي الامل، ما في الامل لا لن ينتهي الا الحكومه السوريه عطت مهله اكثر من 4 سنوات للمجموعات الارهابيه للخروج من غوطه دمشق. في اثرياء بعدن العمالي لحد الان مسجونين بغوطه دمشق، تشردوا وانقتلوا وخطفوا اكثر من 4000 5000 هذوني. ليش ما شفنا ادانات لهم؟ ما بينتهي الامل بالغوطه الشرقيه غير بخروج المسلحين منها، كيف وتشوف الاغاثات والمدنيين كل يوم عم تطلع مظاهرات بالغوطه الشرقيه ضد الارهابيين، ضد الارهابيين بالغوطه الشرقيه. ليش ما عم نشوف على شاشاتكم انتم؟ ليش ما عم نشوف على شاشاتكم؟ ليش ما عم نشوف مظاهرات اللي عم تنزل الارهابيين من ضمن الغوطه الشرقيه من المدنيين؟ بس اليوم الارهابيين عم يحطوا دروع بشريه، عرفتي كيف؟ كسر الظهر. طيب وصلت الفكره يا ناصر، لكي نتيح الفرصه للاستماع لاراء اخرى. اشكرك جزيل الشكر ناصر الناصر من حمص. والان تنضم الينا عبر خدمه سكايب من بيروت الاستاذه ديانا سمعان، الباحثه في الشان السوري بمنظمه العفو الدوليه. اهلا وسهلا بك يا استاذه ديانا. من يتحمل بالدرجه الاولى مسؤوليه سقوط ضحايا في الغوطه الشرقيه؟ يعني الحكومة السورية وبدعم روسيا، يعني هن الطرف اللي عم بتقوم بقصف المدنيين ومجمعات المدنيين مثل المشافي في الغوطة الشرقية، وأكيد المجتمع الدولي كمان عليه لوم كبير للسماح من الإفلات من العقاب بسبب كل هالجرائم، جرائم الحرب اللي عم بتصير بالغوطة. يعني صحيح الموضوع بأنه هناك كمان انتهاكات تقوم فيها المعارضة المسلحة في غوطة من ناحية ضرب المدنيين الموجودين في مناطق الحكومية، ولكن ضروري نشدد على أنه في مقياس، يعني فرق بشدة القصف اللي عم بتصير بين الغوطة وبين مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية. طيب ولكن سيدة ديانا، هنا من يقول بأن الحكومة السورية، يعني المقربون من الحكومة السورية يقولون بأن الحكومة يعني من أولوياتها أن تقوم بحفظ الأمن في البلد، هذه النقطة يقولون يوجد بها عدد تصف الحكومة بالإرهابيين وما شابه، وبالتالي يجب القضاء على هؤلاء. هذا من وجهة نظر الحكومة السورية. القانون الدولي الإنساني ما بيمنع الحكومة السورية أو أي طرف آخر من قصف مراكز عسكرية، ولكن هالقانون بيمنع يتم قصف مراكز مدنية أو المدنيين بطريقة متعمدة. اللي عم نشوفه بالغوطة الشرقية هو قصف للمدنيين، وهذا يخالف القانون الدولي الإنساني، وأكيد يعني هو جريمة حرب. فمشان هيك نحن عم ندعي الحكومة السورية وبدعم أكيد روسيا أنه يتم توقف من ضرب المدنيين الموجودين في الغوطة. يعني هناك حوالي 400 ألف مدني موجود في الغوطة، وأكيد في عناصر من المعارضة المسلحة، ولكن الأدلة اللي عنا إياها موجودة لليوم أنه القصف عم بيكون كمان عم بيستهدف المدنيين. طيب ماذا هنا عن دور روسيا التي يوجه لها سهم الانتقادات فيما يحدث في الغوطة الشرقية، باعتبار أن روسيا يعني لها موقف داعم شديد الدعم للنظام السوري، وأيضا هي القوى الكبرى الفاعلة؟ صح، يعني هي روسيا هي من اكبر الداعمين للحكومه السوريه، ودعم عسكري دعم مالي عم بيتقدم للحكومه السوريه ما في شك. يعني الدور نحن عم ندعي روسيا انه يكون في نوع من التاثير على الحكومه السوريه بوقف الضربات المتعمده على المدنيين. يعني هذه يعني اهم نقطه حاليا، وبالاخص انه روسيا كمان لعبت دور كبير في غير مناطق مثل حلب، مما ادى الى تهجير القصر للمدنيين بغطاء روسي. طيب دعينا فضلا ناخذ بعض الاتصالات الهاتفيه ونعود اليك للتعقيب على ما جاء فيها. عاصم من دمشق، اهلا بك يا عاصم. اهلا سيدتي، اهلا وسهلا بك. انت تعيش في سوريا، في دمشق تحديدا؟ طبعا انا من دمشق. طيب حدثنا، يعني ما تقييمك لما يجري في الغوطة الشرقية؟ من يتحمل المسؤولية؟ ماذا عن الانتقادات التي توجه للحكومة السورية فيما يتعلق بأوضاع المدنيين في هذه المنطقة المحاصرة؟ أنا برأيي المراد الأول هو الدول الداعمة والراعية للإرهاب،
ان فيهم السعوديه وقطر وتركيا وامريكا بدني. يعني زهران علوش اللي قتل من بعد سنوات هو كان احد الاشخاص المسؤولين عن ضرب العاصمه دمشق. كانت الصواريخ تنزل على دمشق يوميا ولحد الان الصواريخ عم تنزل على دمشق يوميا. عاصم، لا ادري اذا كنت استمعت الى ضيفتنا من بيروت وهي ممثله عن منظمه العفو الدوليه، هي تقول بان المنظمه تحمل الحكومة السورية في المقام الأول لأنها المسؤولة عن حماية شعبها، وتقول المنظمة إن الحكومة السورية توجه هذا القصف الشديد والمكثف المدفعي والجوي ضد المدنيين في هذه المنطقة. المدنيين متواجدين في كل مكان، متواجدين في دمشق ومتواجدين في الغوطة، والجيش العربي السوري أرسل مناشير على 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 منطقة الغوطة لإخراج كل من يريد أن يخرج هذه المنطقة. وقال لهم انتم امنوا، بس المشكله ما في حدا بده يطلع، يعني هم العوائل المسلحين. في اشخاص انا بقول لك في اشخاص ما عندهم قدره انه يطلعوا او ما بدهم يطلعوا لبرا او كذا، ممكن يكونوا هذول لا حول ولا قوه الا بالله ضحايا حرب مثل اللي عم يصير بدمشق. امبارح بمنطقه الزيتونه في رمانه بالقصاع بضاحيه الاسد كل يوم عم يجوا مئات القذائف عن قوه مدنيين كمان، كمان هذول ما لازم الحكومه السوريه تحميهم. الحكومة السورية من واجب حماية. طيب عاصم، أنت تقول بأن المنطقة التي ربما أنت تعيش فيها أو أي من عائلتك أو أسرتك ربما يتعرضون للقصف من داخل الغوطة؟ نعم، أنا أعيش منطقة المزية ويوميا لدينا مئات القذائف تنزل على دمشق. امبارح نزل في منطقة جرمانة مثلا، وأحد الشخصين من بيت القباني أخوة استشهدوا بهذا القصف امبارح في بيت القباني بضحية الأسد. هذا القصف، البعض يقول انه ربما ياتي ردا على القصف الكثيف الجوي والمدفعي للغوطه بكثافه. ردا على شو؟ ما هن الاشخاص مسلحين، هن الدوله عم تقول لهم تعالوا اطلعوا غادروا الى ادلب، انتم حابين تاكلوا، انتم حابين تعملوا جنب او على ادلب. هن ما بدهم يطلعوا على ادلب، هن بدهم يضلوا قاعدين بمناطق وجود المدنيين وعم يحتموا بالمدنيين، يعني هن عم يستعملوا المدنيين كدروع بشريه. حتى يخلوا المجتمع الدولي يطلع ويا لطيف الحكومه السوريه عم تقصف المدنيين. طيب يا اخي ما بدك تاكل، انت اترك الغوطه واطلع على ادلب، هي ادلب هي منطقه موجوده. طيب يا عاصم، دعنا نحمل هذه الافكار التي تحدثت عنها الى ضيفتنا من بيروت استاذه ديانا، هل من تعليق بدايه على ما قاله عاصم؟ يعني موضوع الخروج من الغوطة حاليا، يعني برجع بتذكر اللي صار بحلب المدينة والأدى لتهجير قصري للمدنيين لأدلب وعلى وإلى حلب إلى ريف حلب. هلأ منه موضوع هين لتقريبا 300 نسمة أو أكثر من 300 نسمة 400 ألف نسمة أنه يتركوا بيوتهم والمنطقة اللي خلقوا ربيوا فيها كرمال ينقلوا على أدلب. فهناك موضوع أنه لازم أنه كمان ينذكر أنه التهجير ليس الحل. يعني نطلب من هالمدنيين كلهم أنه يخرجوا من الغوطة الشرقية هو منه الحل. الحل هو وقف الضربات على المدنيين، وأيضا يعني كيف أنه بدو أنه يتوقعوا من هالمدنيين اللي هن محاصرين من سنة 2013 من آخر 2012 حتى اليوم أنه يخرجوا إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية أو حتى إلى إدلب بعد ما في توثيقات وجرائم ضد الإنسانية بموضوع الاعتقال التعسفي. يعني أخذ بعين الاعتبار أنه جميع المدنيين الذين كانوا يعيشون تحت سيطرة المعارضة هم إرهابيين. طيب أستاذة ديانا، اليوم وردت أنباء نقلا عن مصادر موالية للحكومة وأيضا عن المعارضة تقول بأن الحكومة أسقطت بعض المنشورات على منطقة الغوطة الشرقية تطالب السكان بالخروج من هذه المنطقة، بحيث تم توفير ممر آمن لخروج هؤلاء، طلبت من المسلحين في ذات الوقت تسليم أنفسهم إلى الحكومة السورية. خطوة كهذه هل يمكن برأيك تؤدي إلى يعني حلحلة هذا الأمر، إلى يعني تسوية الأمور بشكل أفضل ولو قليلا؟ يعني ما بظن أنه هذا هو الحل. يعني برجع بشدد على موضوع الخوف الموجود ضمن يعني من طرف المدنيين، يعني هن كانوا تحت الحصار وتحت الضرب. يعني هناك خوف شديد بالأخص من بعد ما حصل بعدة مناطق أخرى كانت محاصرة، وصار في اتفاقيات تقول اتفاقيات مصالحة، وصار فيها انتهاكات خلال وقت المدنيين قرروا أن يخرجوا من هذه المناطق. صار في قتل التعسف،
قتل المدنيين، اعتقالهم. ف يعني لا أظن أن هذا هو الحل الذي سوف يساعد المدنيين الموجودين حاليا في الغوطة. دعينا نستمع لبعض الآراء الأخرى فضلا، يعني وأنت معنا تشاركينا في حوار اليوم. محمد من دمشق، محمد شبيب، أهلا يا محمد، هل تسمعني؟ مساء الخير إمام الصارخي إليك والعاملين. مساء النور، يا هلا بيك، تفضل عزيزي. بعمل شكل ما عندما نجرب تحت سيطرة القطاع المسلحة في الغوطة الشرقية اليوم أخوتنا وأبناء بلدنا، ولا يمكن أن تحت وطء ظلم هؤلاء المسلحين الانتهازيين التكفيريين إلى ما لا نهاية. لذلك أصبح إنهاء الوضع الشاذ بالقوة من أولى ضروريات التي تسيطر على دولة معالجتها وطورها. الجيش عمل لسنوات فقط على دفع الخطر رغم الكلفة العالية التي تحملها، وكان قد تجنب عملية تحرير الغوطة الشرقية وتطويرها من الفصائل المسلحة الخاصة الرخوة العاصمة مع قدرتي على ذلك منذ بداية الأزمة، لتركه الخطر الكبير لتلك العملية على المدنيين المصريين فيها. لا يمكن لأي دولة تحترم نفسها بالعامة أن تسمح للمسلحين الذين فقط 3 كيلومتر عن مركز العاصمة وقمت قذائف 1200 قذيفة إيمان مدة على دمشق من 50 يوم فقط 1500 قذيفة حصدت عشرات القتلى ومئات وحتى قناتكم الموقع، يعني تأتي على هل إذا المسلح أو المجرم حصر نفسه بين جماعة المدنيين هل على الدولة أن تستنكف عن إخراجه من بينهم؟ هم المسلحون في الغوطة الشرقية يتخذون من أهلهم وأطفالهم ونسائهم وشيوخهم دروعا لكي يحموا أنفسهم في الغوطة الشرقية، هل يتصور أن هذا سيبقى إلى ما لا نهاية؟ هل يتصورون أن الحكومة السورية أو أي حكومة تحترم نفسها أن تبقي هذا الوضع إلى ما لا نهاية في الغوطة الشرقية؟ لا يمكن. طيب يا محمد، شكرا لك جزيلا. محمد من دمشق، الآن إلى مشاركة مختلفة بعض الشيء، مصورة هذه المرة، وصلتنا من أحمد ديب وهو مواطن سوري يقيم في تركيا. من يتحمل مسؤولية ما يجري في سوريا الآن وخاصة في الغوطة هي الرياض، أقصد مكة. فمنذ بداية الأزمة السعودية قادرة 100% على إنهاء الأزمة وإنهاء مأساة الشعب السوري، لكن هناك جناح خاص في السعودية مؤمن بأن سوريا إخوانية وأن الشيطان بالنسبة للرياض أهون من الإخوان. لهذا فالرياض تعودت على الأسد وعولت عليه وتعللت به. مشاركة مصورة شاهدناها واستمعنا إليها من مواطن سوري من يعيش حاليا في تركيا. عودة مرة أخرى إلى بيروت والأستاذة ديانا سمعان، يعني برأيك هل فعل المجتمع الدولي ما يكفي لإنهاء الأوضاع المتردية في المناطق المحصرة في سوريا على رأسها الغوطة الشرقية؟ يعني حتى هذه اللحظة ليس هناك أي اتفاق حتى على هدنة لمدة 30 يوما، وهي خطة مقترحة يناقشها في هذه الأثناء مجلس الأمن الدولي. يعني المجلس الأمن الدولي كمان عنده القوة أنه يقدر على الأقل أنه ينفذ القرارات يلي اتخذها من سنين عديدة. في قرارات كتير يعني بتشدد على ضرورة الحكومة السورية أنه توقف الانتهاكات وعلى المعارضة المسلحة كمان، ومن بينها كمان السماح للمنظمات الإغاثية من إدخال الإغاثة اللي هي موضوع كمان مهم جدا قد الضربات اللي عم تعرض عليها المدنيين. للأسف بسبب أنتم أيضا تتهمون الحكومة السورية بأنها تعارق أي محاولات أكيد من المنظمات الإغاثية لتوصيل المساعدات. أكيد منذ شهر 11/2017 حتى اليوم فقط يعني قافلتين للمساعدات الإنسانية سمح لها أن تدخل إلى الغوطة. يعني بالإضافة أنه للضرب المدنيين المشافي لا تستطيع أن تقدم المساعدة للجرحى حتى للأشخاص اللي يعانون من أمراض مزمنة.
يعني مجلس الأمن الدولي كمان لازم أنه يطبق أو يفرض على الحكومة السورية أن تحترم القرارات التي استخدمتها التي تم إقرارها ضمن المجلس الأمن منذ يعني من 2014 حتى اليوم. ولكن للأسف لا نرى أن روسيا لا تسمح للمجلس الأمن بأن تقوم بأي خطوات لتطبيق هذه القرارات. شكرا جزيلا للأستاذة ديانا سمعان من بيروت، وهي الباحثة في الشأن السوري في منظمة العفو الدولية. معي الآن على الهواء مروة عوض، وهي المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي. أهلا بك ومرحبا يا أستاذة مروة. أهلا وسهلا. يعني هل أطلعتينا على الوضع من واقع يعني مشاهداتكم، رصدكم لما يجري على الأرض في هذه المنطقة تحديدا بالنسبة لنقص الغذاء والمساعدات الأساسية؟ الوضع في الغوطة الشرقية مثل كل المناطق المحاصرة والتي تشهد نزاعا مسلحا، فهناك خطورة على أرواح الناس، وهناك أيضا نقص حاد في الغذاء والدواء والماء والخدمات العامة. ومن آثار عدم تمكننا من إدخال المساعدات بشكل دوري وكافي، فإن نسبة سوء التغذية بين الأطفال تحت سن الخامسة تصل إلى قرابة 12% أو بالتحديد 11.9%، وتعد ذلك النسبة أو تلك النسبة الأعلى منذ اندلاع الأزمة. ما هي يعني متى تمكنتم آخر مرة من إدخال أي مساعدات لهذه المنطقة إذا كنت تذكرين؟ نعم، تمكنا من الوصول لمنطقة النشابية في 14 من الشهر الجاري، وتمكنا من إدخال 9 شاحنات، 7 من بينهم كانت تحتوي على مواد غذائية من البرنامج، تكفي عدد 7200 شخص فقط، وذلك كان بنسبة 2% فقط من الاحتياجات داخل المنطقة، الأمر الذي دفع المجالس المحلية هناك إلى تقسيم صناديق الغذاء. كل صندوق واحد قيل لنا أنه سوف يتم تقسيمه على 5 أفراد كمحاولة لتغطية أكبر عدد ممكن من المتضررين بالداخل. طيب، وأنت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، لابد وأنكم لكي تتمكنوا من إدخال هذه المساعدات عليكم التواصل والاتصال مع كافة الأطراف الفاعلة في سوريا، الحكومة السورية، المعارضة، وأيضا روسيا. هل يمكنك أن تحددي من الجهة التي ربما تعرقل إدخال هذه المساعدات؟ ما يعرقل إدخال المساعدات هي ليست جهة واحدة، ولكن الصراع المتواصل والعنف المتتالي الذي يحول دون وصول لنا نحن إلى الناس. فلذلك في 6 فبراير هذا الشهر طالبت كل المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة ومن بينها برنامج الأغذية العالمي، طالبنا بوقف عمليات العنف لمدة 30 يوما على الأقل لكي يتسنى لنا الدخول، لأن من دون وقف إطلاق النار لا نقدر على الوصول لهؤلاء بشكل منتظم وآمن. طيب، هل لديكم أي أمل في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قريبا؟ نحن نأمل أن يتم التوصل إلى هدنة من نوع ما ولوقت كافي. وإذا توصلنا لذلك فنحن مستعدون، المستودعات مليئة بالغذاء والمواد التغذوية ومليئة أيضا بالمواد الطبية والمساعدات الإغاثية، وبإمكاننا الوصول لتلك المناطق حيث يتواجد المحتاجون والمتضررون يعني في يوم واحد. شكرا لمروة عوض المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي. مرة أخرى إلى المشاركات المصورة، هذه المرة أرسلها إلينا سومر تيسير وهو مواطن سوري يقيم في هولندا. إن الجماعات اللي عم تتحارب بالوكالة أو الأطراف اللي عم تتحارب بالوكالة بسوريا بذكر السعودية وقطر وإيران،
كذلك الجماعات الجهادية اللي عم تستهدف العاصمة بشكل شبه يومي وما عم يقبلوا بالتسويات أو تسليم السلاح وبدهم يكملوا للحرب وما عم يتقبلوا تغيير ميزان القوى. حوارنا متواصل معكم، زميلي حازم الخولي يتابع تفاصيل هذا الحوار اليوم. بداية حازم، من يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية سقوط الضحايا من المدنيين في الغوطة الشرقية من واقع المشاركات؟ إيمان، المشاركون ألقوا باللائمة على جهات عدة فيما يتعلق بسقوط ضحايا مدنيين في الغوطة الشرقية. البعض مثلا حمل النظام السوري هذه المسؤولية. مشاركون آخرون ألقوا باللائمة على جماعات المعارضة التي تقاتل في سوريا. بينما حمل قسم ثالث المجتمع الدولي عواقب ما يحدث في الغوطة الشرقية من قتل ودمار. مثلا من على صفحتنا على فيسبوك يقول سعيد علي: الملام هو بشار الأسد المجرم الذي استهدف المدنيين والمشافي باعتراف روسيا أنها تستخدم صواريخ موجهة عالية الدقة في الغوطة، ما يعني أن قصف المشافي كان دقيقا وعن سبق وإصرار وترصد. مشاركة أخرى من عمر عموري لام فيها المعارضة وقال: من يلام هي المجموعات الإرهابية وداعميهم بالتأكيد، وعلى الدولة السورية حماية مواطنيها من بطش الجماعات الإرهابية المسلحة بأي شكل من الأشكال. عمار في مشاركة ثالثة لما المجتمع الدولي وقال: من يتحمل المسؤولية بعد أطراف الصراع هو الضمير العالمي، وعلى الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها بشأن حماية المدنيين وألا تعبر عن قلقها فقط، بل تتحرك على الأرض كما تنص مواثيقها الدولية. طيب، دعنا نتحدث بشكل مفصل الآن عن تقييم المشاركين لموقف الحكومة السورية أيضا بالنسبة للمجتمع الدولي، إذا ما فيما يتعلق بما يجري في الغوطة الشرقية. طبعا إذا ما بدأنا بموقف الحكومة، كيف يرى المشاركون هذا الموقف؟ الآراء جاءت منقسمة في هذا الشأن إيمان. البعض يرى أن الدولة السورية من حقها أن تدافع عن أمنها واستقرارها ضد جماعات تعتبرها إرهابية. البعض الآخر يرى أن النظام قتل وشرد ملايين السوريين خلال الصراع الدائري هناك. مثلا مشاركة سلمان أحمد تقول: الدولة السورية تفرض وجودها، هل تقبل دولة أخرى بتواجد غير مسلح على غير مشروع على أراضيها؟ لقد رأينا نساء تقوم بالقصف على أحياء دمشق، لذا يجب استئصال هذا الفكر الخبيث. ويرى أن الدولة من حقها أن تدافع عن أمنها واستقرارها. في مقابل هذا الرأي يقول رشيد حمزة: أي حكومة وسوريا بيد الروس والإيرانيين والأمريكان والأتراك، هذه ليست حكومة إنما عصابة إجرام، قتل مليون إنسان وتشريد ملايين آخرين وتدمير المدن السورية بطائرات روسية، عن أي حكومة نتحدث؟ طيب، إذا ما انتقلنا لموقف المجتمع الدولي بشأن الأحداث في الغوطة الشرقية من واقع المشاركات، هل يحمل المشاركون المجتمع الدولي المسؤولية؟ بالفعل إيمان، وكما قلت قبل قليل، هناك من وجه اتهامات للمجتمع الدولي بالتخاذل والتقصير بشأن ما يحدث في الغوطة الشرقية، لكن البعض ربط بين موقف المجتمع الدولي وموقف الدول العربية من جهة أخرى. البعض قال إن الدول العربية ضعيفة وهوانها هو ما ساعد المجتمع الدولي على تجاهل النداءات الاستغاثة القادمة من الغوطة الشرقية. مثلا هذه المشاركة تقول: أولى أن نتساءل أين الجامعة العربية التي تحولت إلى مجرد ديكور؟ أين الأنظمة العربية المشلولة؟ أين الجيوش العربية العاجزة؟ أين شجاعة وأدمية وإنسانية المنظومة العربية من إيقاف الموت القادم من الشرق والغرب على سوريا؟ سوسن حسين تقول في مشاركة أخرى: المجتمع الدولي هو الدول القوية، ونحن للأسف لا وزن لنا في المجتمع الدولي، معظم الدول العربية لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، وما دام القتل عرب فلن تهتم الدول الكبرى. أبو سراج له رأي مختلف يقول: الموقف الدولي من قصف القوات الحكومية لمعاقل المسلحين في الغوطة الشرقية لا يقارب الموقف الدولي لقصف النظام السعودي لسكان اليمن المجاورة، يبدو أنه من يملك المال يملك الموقف الدولي بجانبه. الحوار على تويتر ساخن للغاية بشأن هذا الموضوع، يا حازم كيف رصدته؟ بالفعل إيمان، الآراء هناك تتفاعل طوال الوقت بشأن الموقف في الغوطة الشرقية.
الآراء هناك متعددة ويغلب عليها طابع الإدانة والانتقاد لما يحدث هناك. مثلا المفكر الكويتي عبد الله النفيسي يقول: روسيا وإيران والنظام السوري يتحملون مسؤولية مجزرة الغوطة الشرقية، مكافحة ما يسمى بالإرهاب لا يبرر هذا الذبح للمدنيين في الغوطة. أثبتت مناقشة الموضوع في مجلس الأمن عقم وعجز المنظمة الدولية وإفلاسها، وآن الأوان لبلورة البديل. أخيرا الصحفي اليمني ياسر الحسني يقول: أكبر من مذابح بشار وعصابات إيران في الغوطة هو صمت العالم ومنظمات حقوق الإنسان على أبشع الجرائم بحق الإنسانية في تاريخنا المعاصر. لك الله يا سوريا. هكذا يقول ياسر الحسني. شكرا لك جزيل الشكر يا حازم. يعني ربما تعود لتطلعنا على جديد الحوار لاحقا في البرنامج إذا سمح الوقت. شكرا لك. مرة أخرى إلى مشاركة مصورة، هذه المشاركة جاءتنا من محمد محمود من مدينة الدرباس السورية. المسؤول الوحيد عن حصول هذه المجازر في الغوطة الشرقية هو الجيش الحر الذي ترك جميع نقاطه وسلمها للنظام سواء في إدلب أو في حلب، وترك المجال مفتوحا أمام قوات النظام لقصف المدنيين دون أن نرى أي رد من الجيش الحر عن هذه المجازر التي حصلت في الغوطة الشرقية. ومشاركات هاتفية معنا على الهواء الآن. أبو عبد الرحمن من بريطانيا، أهلا يا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، تفضل. يا أهلا وسهلا. طيب حدثنا أبو عبد الرحمن، إذا كنت تابعت يعني الحوار، برأيك من يتحمل المسؤولية عما يحدث في الغوطة الشرقية؟ والله صراحة يعني أنا سمعت آخر شخص تحدث اللي هو يلوم الجيش الحر. يعني للأسف الناس تترك دائما الجلاد وتجري وراء الضحية. سبحان الله، الجيش الحر الذي لم يبقى له مكان إلا ونفي منه بتنسيق دولي، وهذا مراد قيادات العالم الغربي كاملا، أن يفشل الثورة السورية. هي بالأساس ثورة وليست نزاع مسلح وليست حرب أهلية، وبالنهاية هي ثورة شعب ضد النظام. فالنظام للأسف يقتل ويستخدم كل الأسلحة المحرمة وغير المحرمة بالتعاون مع روسيا ومع إيران وبصمت دول كامل من أمريكا وبريطانيا وكل دول العالم. أبو عبد الرحمن، إذا كنت يعني هناك بعض المشاركات التي استمعنا إليها هاتفية تحديدا من داخل سوريا، منهم من تحدث عن أن هذه يعني بعض سكان العاصمة السورية يتأذون كثيرا من إطلاق الأشخاص الذين وصفوا بالمسلحين أو بالإرهابيين بعض القذائف على هذه المناطق السكنية، وبالتالي قالوا أن من حق الدولة السورية أن تقوم باستئصال هؤلاء. هذا ما قال. يا سيدتي الكريمة، أول شيء هذا كلام عار عن الصحة إطلاقا، ومن يجلس في دمشق يسمع بشكل مستمر ويومي القصف الطيران والمدافع وكل أنواع القصف على الريف دمشق. القذائف التي يتحدث عنها هؤلاء المنافقين أو هؤلاء يعني أقل وصف ممكن أوصفهم، هم مؤيدين للنظام أو أشخاص يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يدعمون يعني بشكل واضح الظلم، فهي عبارة عن بعض قذائف الهاون التي تسقط على مناطق على مواقع عسكرية أو نقاط عسكرية أو حواجز عسكرية للنظام تابعة للنظام فقط لا غير. وإذا سقطت بعض منها على المدنيين شيء يعني يمكن يعني شيء لا يذكر لا يعد ممكن أو يعد على أصابع يد الواحدة. طيب ابقى معي أبو عبد الرحمن، ابقى معي. دعنا نرحب الآن عبر الأقمار الصناعية من دمشق بالعميد تركي الحسن الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات. أهلا بك ومرحبا سيد تركي الحسن. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. مساء النور. هناك اتهامات من منظمة العفو الدولية أمنيستي إنترناشنال للحكومة السورية بشكل مباشر بالمسؤولية عن قتل المدنيين في الغوطة الشرقية، ترى كيف تنظر الحكومة السورية من واقع متابعتك لمثل هذه الاتهامات؟ ما يرد من منظمات التي سواء كان من منظمات الأمم المتحدة وبعض موظفيها أو من منظمات رديفة هي ضمن السياق العام لما توجه به منذ 7 سنوات في هذه الحرب التي تشن على سوريا.
وأعتقد أن ليست المرة الأولى التي منظمة العفو الدولية التي تطرح ذلك. هذه المنظمة تقاد من قبل معروفة بإشارة واحدة، وكنا سابقا أمام عصر أمريكي، ولا يزال هذا العصر قائم، وإن كان بدأ يظهر هناك قوى عظمى أخرى تنافس وتستطيع أن توقف الدور الأمريكي، وخاصة في المنظمة الدولية في الأمم المتحدة في مجلس الأمن تحديدا. وهذا ما جرى طيلة السبع سنوات الماضية، حيث استخدمت روسيا والصين، يعني روسيا 10 مرات والصين 8 مرات الفيتو ضد مشاريع قرارات أمريكية كانت أحيانا تتقدم بها الولايات المتحدة أو الغرب، أو أحيانا تدفع كما جرى بالأمس لدول أخرى أن تقدم هذه المشاريع في مجلس الأمن. ولكن يعني البعض يقول أين الحكومة السورية من ما يجري؟ هناك من يرى بأن حكومة دمشق لا تملك من أمرها شيئا، وأن روسيا الآن هي يعني القوة الفاعلة على الأرض تتصرف كما تشاء في داخل سوريا. للحلفاء لا يقال ذلك. عادة ما يكون هناك تنسيق وتكامل بين أدوارهما مع بعضهما البعض. روسيا تقاتل إلى جانب القوات السورية منذ 30/9/2015، وهي تعلن موقفها بشكل دائم، ولكن حتى الآن لم أجد هناك في طيلة السنوات الثلاث الماضية أو حتى قبل دخول الروسي في الحرب، لم أجد أن هناك موقفا روسيا يتقدم على الموقف السوري. عادة يتم تظهير المواقف في السر بين الدول وبين الحلفاء، فيتم النقاش شبه يومي، وأحيانا قد يكون ساعات خلال ساعات مع بعضهم البعض لاتخاذ موقف مناسب. وأعتقد أن هناك الكثير من القضايا يمكن أن نأتي بها كأمثلة على ما جرى أو على العلاقة بين الحكومتين والتفاهمات التي تتم. هي روسيا أيضا روسيا الآن في الميدان. وأعتقد أستاذ تركي اسمح لي هنا، يعني روسيا أيضا نالها نصيب من الانتقادات، يعني إن كان النصيب الأكبر من قبل ما وجه من انتقادات من منظمات حقوقية وإغاثية دولية، أيضا روسيا نالها نفس النصيب من الانتقادات باعتبار أنها يعني تدعم النظام في كل تحركاته. يعني أن تقول أنه دولة حليفة، ولكن ماذا عن المدنيين؟ ألا تخشى؟ كنت أتمنى أن تكون هذه المنظمات أيضا حريصة على كل الشعب السوري وليس على جانب واحد من الشعب السوري. عندما قامت القوات الأمريكية بتدمير مدينة الرقة، أكثر من 90% تم تدميرها، وهناك حوالي قرابة 2000 مدني تم قتلهم في الرقة بضربات طيران الأمريكي، وتم ترحيل داعش من قبل القوات الأمريكية ومن خلال مدينة الرقة، والآن يعاد مدينة استثمارهم في الاتجاه الآخر. نعم أنا أدرك هناك حملة على روسيا ليس فقط بسبب سوريا، هناك صراع دولي وكباش كبير بين الغرب والشرق، تحديدا بين الولايات المتحدة ومن معها وروسيا الاتحادية ومن معها منذ أوكرانيا وحتى الآن. وبالتالي إذا قالت يعني دائما على أي موقف هناك خلاف، سواء كان في أوكرانيا، في سوريا، في أفغانستان، في العراق، في كل النقاط الساخنة، وبالتالي أن تقوم الولايات المتحدة باستثمار هذه المنظمات الدولية تعودنا عليه، يعني طيب. حول هذه التصريحات وهي جزء من الحرب الإعلامية والنفسية والابتزاز السياسي. طيب فضلا العميد تركي الحسن، يعني استمع معي لبعض المشاركات الهاتفية. أرحب على الهواء من سويسرا بيوسف. أهلا بك يوسف. تحياتي أستاذة إيمان. أهلا وسهلا أستاذتي العزيزة. بحب أقول لضيفك ما يوجد له حلفاء، يوجد له أسياد فقط. الروس والإيرانيين هم أسياده، وهم والنظام السوري مجرد موظف عند هؤلاء القتلة. يعني ضيفك عم بيتحدث عن سوريا وكأنه عم بيتحدث عن دولة، يعني ما عم بيتحدث عن عصابة. خلي روح يعني أنت ترى يا يوسف أن الحكومة السورية هي التي يعني تتحمل المسؤولية؟ الحكومة السورية والنظام الروسي هم القاتلين لأطفال سوريا. والله العظيم يا أستاذ إيمان، في هاي اللحظة اللي عم بكلمك فيها، في أطفال تحت الأنقاض في مدينة دوما، وبالتحديد في حي الجلاء. والله العظيم أطفال صغار. أنت لك أقارب هناك أو معارف أنا مثلا؟ أنا أقارب، وأنا تواصلت مع الكنترول وبعثت لهم أصواته للأستاذ أحمد تحديدا. يعني معيب هذا الكلام اللي عم بيقوله. يا ناس، يا عالم، هل من المعقول كل شخص في سوريا قال لا لبشار الأسد إرهابي؟
يعني أنا ككردي يوسف هناك من يرى على الجانب الآخر بأن الحكومة السورية من حقها استئصال أي مجموعات مسلحة على داخل أراضيها، وهذا يعني هذا حق مكفول لأي دولة. حق مكفول يا أستاذتي العزيزة، ولكن خلي النظام السوري يفرجينا الإرهابيين اللي قتلهم. نحن ما عم نشوف قتل إرهابيين، نحن عم نشوف قتل أطفال ونساء فقط، ما عم نشوف قتل الإرهابيين. يا أستاذتي العزيزة أي قذيفة تنزل على دمشق هذا عمل مدان وهذا عمل نحن ما بنرحب فيه، ولكن النظام السوري بده طيب. ينتقم من الشجر ومن الحجر ومن كل المدن السورية. طيب نحمل هذه هذا ما قلته يعني من أفكار يا يوسف. 13,000 سجين اللي كانوا في طيب. في سجن صيدنايا كانوا إرهابيين. يعني وصلت هذه الأفكار. لنستمع لتعقيب من العميد تركي الحسن الباحث في مركز دمشق. أنا أقدر حالة انفعال يوسف وما يقول به، وأنه لديه خيار سياسي من حقه أن يقول كما يشاء، ولكن نحن في الميدان. إذا كان هو في سويسرا فأنا في دمشق، ويعني الأيام التي مضت هي شبه عطلة في مدينة دمشق. المدارس لا تفتح بعد أن نالتها القذائف التي جاءت من الغوطة، ثانوية دار السلام، الجامعة، كلية العلوم، الجوامع، دار الأوبرا، التلفزيون، كل المناطق تساقطت عليها هذه القذائف. مجموع القذائف يا سيدتي التي نزلت هو على دمشق. هو كان يتحدث من سويسرا صحيح يا سيدي الفاضل، ولكن هو كان يعني ينقل صورة عن واقع أعلم. أقارب ربما أعلم. أو أعلم. أسرة أعلم. هذه أعلم أنه يقول أنا في دمشق، أنا أنقل ما هو في دمشق. هو ينقل ما أدرانا وما صحة ذلك ما يقوله. هذه تقارير لا يمكن أن يعتد بها، التقارير تحتاج إلى توثيق، ولكن أنا أنقل لك بالتفاصيل. اليوم هذا الاستهداف في صاروخ كبير جاء على منطقة ركن الدين، لا علاقة لها بشيء إلا مواطنون يعيشون هناك، وقد كان هناك تدمير واسع بطبيعة الحال وشهداء وجرحى. أنا من حيث المبدأ رأيي الشخصي وقناعتي الشخصية أتمنى أن لا يجرح شخص في الغوطة، وأن لا يقتل شخص في الغوطة، ولا في دمشق ولا في أي مكان آخر. كان يمكن أن نتجنب ذلك من خلال التسويات التي طرحت، ووصلنا إلى نقاط تفاهم لسبع مرات وليس لمرة واحدة. هناك من يقول ربما هنا هل يمكن المقارنة يا أستاذ تركي هنا بين ما يقصف يعني القصف المدفعي والجوي الشديد على الغوطة الشرقية من قبل طائرات، البعض يقول إنها للحكومة السورية، والبعض الآخر من الروايات يقول بأنها تابعة للطيران الروسي، وبين الأسلحة مهما كانت للمسلحين أو لهؤلاء داخل الغوطة الشرقية؟ يا سيدتي الحرب ليس فيها رمي زهور، الحرب هي قذائف وأطلاق رصاص ودمار ودماء ودموع وأرامل وشهداء وضحايا. أي نعم، ولكن هذه الحرب مفروضة على سوريا، وبالتالي لم تختر الحرب، هي حرب بالإكراه فرضت علينا في هذه المنطقة، وبالتالي طيلة سبع سنوات حتى الآن. ما سقط على دمشق، هناك إحصائية أن ما سقط على دمشق لوحدها 15,000 قذيفة خلال السبع سنوات. ما عدد الضحايا في دمشق نتيجة هذه القذائف 11,848 شهيد. طيب وهؤلاء مدنيون كلهم. لا طيب لا أقول هذا أن أحدهم يعني تقول بأن الحرب يعني أو أي نزاع مسلح فيه ضحايا كما تقول، ولكن الحكومة السورية تتهم أيضا يعني فضلا عن ما وجه إليها من اتهامات فيما يتعلق ب قصف هؤلاء من المدنيين كما قيل على لسان المنظمات الدولية، أيضا تتهم برفض دخول مساعدات غذائية إلا في الضرورة القصوى وعرقلة محاولات لإدخال هذه المساعدات. هل هذا صحيح؟ في الشهر العاشر من العام الماضي جرت حملة مماثلة وتصعيد إعلامي وحرب نفسية أن الحكومة السورية تمنع إدخال المساعدات، وكنت على قناتكم الكريمة وقلت أنا مع إدخال المساعدات، ودخلت يوم ذاك. ولكن المؤسف أنه في الوقت التي كانت تدخل فيه هذه المساعدات سيطرت المجموعات المسلحة عليها وأخذتها إلى مستودعاتها، وجرت مظاهرات داخل منطقة الغوطة من قبل النساء الغوطة، وذهبنا إلى المستودعات وتبين أنها مليئة بالمواد، ويمنعون عن المواطنين توزيع هذه المساعدات التي تقوم بها الأمم المتحدة والدولة السورية بتقديمها. في هذا الشهر في 15 من هذا الشهر دخلت قافلة مساعدات أيضا باتجاه منطقة الغوطة. لا يوجد حاجة هناك، ومن يدفع الناس إلى الحاجة هناك أو من يقوم طيب. بها بدفع الناس إلى الحاجة هي المجموعات التي تحتكر هذه المواد.
طيب فضلا سعيد الفاضل، اتصالات أخرى معنا على الهواء. أرحب بغزوان قرنفل من تركيا، أهلا بك. أهلا بك سيدتي. نريد أن نستمع لرأيك الآن في حوارنا اليوم. يعني بكل وضوح وصراحة، يعني أستغرب من يحاول تبرير الجريمة، ممن يحاول أن يخلق المسوغات للجريمة. بكل أسف يعني يتلطح المتحدث قبل قليل عن أنه النظام لا يفرض حصار على الغوطة، وأن من يصادر الغذاء والدواء هو الميليشيات الإرهابية المتطرفة. طيب المجتمع الدولي برمته أخذ عدة قرارات في سياق وجوب إدخال المساعدات الغذائية والدوائية للمحاصرين. لماذا يفرض المجتمع الدولي هذه القرارات ولا تلتزم فيها الحكومة السورية؟ لأنها تتخذ من سياسة التجويع سياسة لتركيع المجتمع، هي تتخذ من سياسة القتل الشامل للمجتمع. يعني اليوم الغوطة هي عبارة عن قبر جماعي لأهلها، لم تعد غوطة لتتزين بها دمشق أو يعيش فيها الناس برخاء. طيب ما السيناريو برأيك يا غزوان الذي تتوقعه أنت الآن بالنسبة لما يمكن أن يحدث في الغوطة؟ السيناريو أتوقع يعني كل شيء من هذا النظام المجرم، يعني إبادة لعموم المجتمع في المنطقة لا أكثر ولا أقل. هذا ما يمكن توقعه، لأنه سبق مارس هذا العمل في مدينة حلب ومارسه في كل منطقة قالت لا لسلطة العصابة. وبالتالي يعني كل من يقول لا لسلطة العصابة مصيره أما الاعتقال والموت تحت التعذيب أو الموت في المعتقلات أو الإبادة الجماعية عبر. طيب كيف تنظر لموقف المجتمع الدولي مما يحدث الآن في سوريا؟ البعض ألقى باللائمة على المجتمع بأنه يعني يقف ساكنا لا يفعل شيئا حيال ما يحدث في سوريا. بكل تأكيد يتحمل المجتمع الدولي يعني مسؤولية كبيرة عن عجزه وتعاجزه تجاه اتخاذ موقف صارم تجاه الطاغية ونظام العصابة الحاكم في دمشق. يجب تشكيل تحالف دولي من خارج مجلس الأمن، وهناك ثوابت على المستوى الدولي حصلت في هذا الاتجاه. لا يعقل إبادة نصف المجتمع السوري وتهجيره من أماكن سكناه وإخراجه خارج البلد. اليوم 10 مليون سوري خارج بلده. شكرا يا غزوان، أشكرك شكرا على مشاركتك. هذه غزوان قرنفل من تركيا. مرة أخرى نعود لضيفنا من دمشق. ربما يعني أطرح نفس التساؤل برأيك، ما هي يعني هل لدى الحكومة السورية خطة معينة، سيناريو تفضل أن تسير عليه الأمور لحل مشكلة الغوطة الشرقية؟ هل اتفاق على نسق ما جرى في حلب أم ماذا؟ هناك نعم سأقول هناك يعني تدخل روسي ومصري من أجل حل قضية الغوطة في الفترة السابقة خلال الأسبوع الماضي، يقوم على قاعدة وحيدة، ترحيل جبهة النصرة التي هي مصنفة إرهابية وفق كل القرارات الدولية من الغوطة، ثم تجرى تسوية بين الحكومة وبقية المنظمات في داخل الغوطة، وقد رفضت ذلك والآن عادت إلى التسعير. ولكن أنا سأجيب على الأخ غزوان فيما قاله حول خطة الاستجابة. في العام الماضي جرت لقاءات بين موظفي الأمم المتحدة والحكومة السورية، وتم الاستجابة من أصل 64 طلب من الأمم المتحدة لإدخال مواد إلى مختلف المناطق، 59 طلب من أصل 64. طيب. أعتقد من يعني إذا حسبنا هذه النسبة تصل إلى نسبة أكثر من 95%، قد تصل إلى نسبة 97%. هذا أولا. ثانيا، عندما ذكر حلب أثناء تحرير أحياء حلب، كلكم تابعتم وحتى قناتكم الكريمة تابعت هذا الموضوع، أن المخازين كانت مملوءة بالمواد، وفر الإرهابيون وفتحت هذه المخازين سواء كانت سلاح أو طعام أو مواد طبية. ومن يستطيع أن يدخل السلاح لا أعتقد أنه سيجوع، لأنه يستطيع أن يدخل الغذاء، وهذا الأمر بات معروفا للجميع. وإنما المجموعات كانت تسيطر على مناطق معابر، طيب، لنقول أنها أنفاق من أجل التهريب وتستفيد منها ماديا.
طيب شكرا جزيلا للعميد تركي الحسن من دمشق والباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات. نعود مرة أخرى إلى الزميل حازم الخولي لنتعرف منه على جديد الحوار اليوم بشأن ما يجري في الغوطة الشرقية. يا حازم، ماذا جاءنا من مشاركات؟ بالفعل إيمان، الآراء لا تزال تتواصل على صفحاتنا المختلفة، منها مثلا ما كتبه علي النور على صفحاتنا على فيسبوك، يقول: المعارضة السورية والقوى الداعمة لها يتحملون المسؤولية بالدرجة الأولى عما يحدث لسكان الغوطة من مجازر، لأنهم يستخدمون الأطفال والنساء كدروع بشرية. شريف علي يقول: من يتحمل المسؤولية للأسف الحكام والحكومات العربية بسبب المؤامرات والخيانة للوصول للحكم بأي طريقة حتى لو كانت على جثث الشعوب. مشاركة عمر إبراهيم تقول: الجميع مسؤول وعلى رأسهم أمريكا والسعودية ومنظمة العفو الدولية عندما لا تندد عندما يقوم الإرهابيون بقصف دمشق. وليد الجندي يقول: بالتأكيد النظام السوري هو من يتحمل المسؤولية عن قتل عشرات الآلاف من الشعب السوري، وتقع المسؤولية أيضا على الداعمين له عسكريا وسياسيا. أخيرا سامي دياب يقول: ما يحدث هو موقف مخزي ومهين لكل القيم الإنسانية، كيف يترك المجتمع الدولي هذا العمل البربري الغير إنساني الذي يقوم به النظام الروسي؟ إليك إيمان. شكرا لك يا حازم، هذا كل ما سمح به الوقت في الجزء التلفزيوني من البرنامج. الحوار يتواصل معكم على الراديو بي بي سي بعد قليل مع إيمان القصير في انتظاركم.